مرحب بكم في الحزب المصري الديمقراطي الحماية. ها؟ مضطرين نأخر القطر دقيقة. في كوكب مصر ده عادي خالص. غدا يا مصر. الساعة 5 بسرعة ورا؟ ورا. تديك دي تكتب فيها. مساء الخير، برحب بكم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمانة وسط القاهرة. أنا اسمي نهلة بكري من وسط القاهرة. باسم الحزب نرحب بكم، نحب نشوفكم دايما معنا في ندوات إن شاء الله. النهاردة الندوة بتاعتنا عنوانها جذور ثقافة العنف في مصر المعاصرة. طبعا العنف أصبح ظاهرة يعني بشعة بتؤرق حياتنا اليومية، وبنلاحظها يعني في كل حاجة بنعملها. وأكيد الظاهرة دي مش وليدة النهاردة يعني، أو مش يعني مش زي ما الناس تحب تقول إنه بسبب حدث ما، أو يعني أو لها جذور ثقافية. فالنهاردة إحنا هنستكشف الرحلة دي مع أستاذ جمال عمر. أشكال العنف بياخد كذا شكل. في العنف الجسدي، في العنف الجنسي، في العنف العاطفي، في العنف الروحاني، في العنف الثقافي، الاقتصادي، اللفظي، وفي التجاهل. كل دي أشكال من أشكال العنف، والحقيقة إن هي موجودة في المجتمع، بنشوفها من أول الأسرة لغاية المدرسة، لغاية الجامعة، لغاية الشغل، لغاية الشارع، في المؤسسات، في كل حاجة بنشوفها. وبعدين بنتوقف عن العنف مع الأمن، علما إن ده شيء طبيعي. لما يبقى كل الشارع فيه احتقان، شيء طبيعي كمان إن الأمن هيبقى محتقن. فما ينفعش إن إحنا نلبسهم هم العمة، إن دي بتيجي من فوق. النهارده هيكلمنا عن الجذور الثقافية للعنف أستاذ جمال عمر. برحب بيه، أهلا بيك في مصر. أستاذ جمال عمر هو باحث وروائي، وكما يحب أن يعرف نفسه هو زارع بذور التنوير. كل مرة يجي مصر بيزرع شوية بذور، وبعدين بيجي إحنا بنرويها له لغاية ما يرجع المرة الجاية يشوف أخبارها إيه، ويزرع بذور تانية وهكذا. طبعا هو مثقف وروائي، كتب كذا كتاب. أول كتاب كان مهاجر غير شرعي عن رحلته للولايات المتحدة، وآخر كتاب أنا نصر أبو زيد، وهو جامع لأعمال دكتور نصر أبو زيد. أنا هنقل الميكروفون للأستاذ جمال يكمل هو الندوة بتاعتنا. بالنسبه للناس اللي بتصور، يعني ممكن يبقى مناسب اتكلم من غير ميكروفون ولا هيجي؟ الميكروفون ده بيصور يا جماعه، سامعيني كده؟ تمام. هو في البدايه انا بشكر الحزب، وبشكر نهلة، لأنها يعني إحنا نظمنا ندوة السنة اللي فاتت وكان لها علاقة بالكتاب. فلما كتبت على فيسبوك إنها نازل المرة دي، فأصارت برضه إن في ندوة. أنا سعيد إن أنا أشارك هنا ولاد بالدعوة. أنا شخصياً مش هتكلم كتير، هتكلم ثلث ساعة، لكن هستفيد في الإجابة على الأسئلة علشان نفكر مع بعض، ما يبقاش الموضوع في اتجاه واحد.
وإلا تحولنا لحالة الوعظ اللي احنا بنحاول نحاربها. فأول حاجة لمحاربتها هو جوانا احنا، لأن احنا برضو جوانا الوعظ، لأن احنا جوانا المجتمع الأبوي اللي احنا فيه بنجسده. بس هي الفرق ما بين فريق وفريق، كل واحد بقناع المالك ان هي نفس البنية. العنوان اللي انا فكرت فيه هو الجذور الثقافية للعنف. طبعا في جذور سياسية، وفي جذور اجتماعية، وفي جذور فكرية بيتعامل معها المجتمع. الامن طبعا بيتعامل مع جانب منها، لكن للأسف تم اختصار التعامل داخل مصر في معاملة الأمن ووصلتنا لما نحن فيه. فأنا بحاول أنبش معاكم وننبش سوا، معيش أضافر يعني، بس هننبش سوا على الجذور الثقافية للعنف. ولما أحب أدرس المجتمع المصري أنا بمسك 200 سنة الماضية. الـ200 سنة الماضيين أنا بعتبرهم وحدة يعني متكاملة ومهمة، لأن في ناس تقعد إيه تعمل تفصل قمصان وجلاليب كده، يعني يقول لك مثلا الليبراليين يحطوا نظام يوبي هو أس البلاوي كلها، والجناح الأولاني من نظام يوبي يعتبر إن السداد من القصر هو أس البلاوي كلها، وهكذا نقعد نرجع على بعض الكورة في حين ان احنا معظمنا مشتركين في هذا. فانا هتكلم على الـ200 سنة الماضيين من الجانب الثقافي، وعلى فكرة ده مش هروب من الجانب السياسي، لا، بس لان احنا واقفين قدام السياسة بنقف قدام المباشر واللي على السطح، احنا محتاجين نخش شوية تحت الجلد، وده اللي انا بحرص عليه. وكنت في سيمينار امبارح، والسيمينار حضروا دراعمه وازهريون ويسار. اول امبارح سعيد، انا امبارح كنت اول امبارح، معلش كان حاضر معانا اول امبارح. فلما بتنبش تحت الجدر توجع، بيبقى في رياكشن، اشياء ممكن نتواصل على اساسها. واللي اتفقوا عليه برغم ان كان في واحد بيرد على اللي انا بقوله بطلقات رصاص، يعني كلامه عباره عن ماسك طبانجه 9 ملي ونازل كده. في نهايه الجلسه جم الاثنين وسلموا عليا وقالوا لي ان احنا محتاجين وجودك معانا في دار الامن. قلت لهم بس انا مسافر يوم السبت، فتبادلنا الايميل. أقصد إن في جوانب مشتركة، بس لأننا واقفين قدام الأقنعة ما بنجدش هذه الجوانب المشتركة اللي بيننا. فنحاول هذه الليلة في الكام دقيقة اللي باقيين ننبش تحت السطح. تجربة التحديث عندنا اللي بنأرخ لها تقريبا من محمد علي، يعني معظم الناس بتتفق على كده، عملية التحديث جاء من فوق مش جاي من تحت، جاء باختيار السياسي اللي هو الحاكم. والسياسي دايما نظرته للمباشر والملموس، فيبعت مثلا نقول الحداد عشان يسبق يدرس السباكه اللي هو صهر المعادن عشان يعملوا المدافع مثلا، يعملوا يبعت حد عشان يدرس الطب، نعمل مدرسه القصر العيني علشان الجيش. المدارس العليا نشأت من فوق، ما مش والتعليم كله اتبنى علشان ايه؟ يطلع موظفين يشغلوا الجهاز الاداري للدوله. فتجربه التحديث عندنا جايه من فوق، دي اول نقطه. النقطه الثانيه موجهه لاهداف مباشره لخدمه المشروع السياسي. المفكر اصبح تابعا لمشروع، يعني مشروع المفكر والمثقف أصبح تابع لمشروع إيه؟ سياسي. فحينما يرضى عليه يبني له المدارس اللي عملوا مع رفاعة الطهطاوي، وحينما يغضب عليه النظام ينفيه للسودان. ولذلك كان المثقف عمره
يعني طول الوقت عينه على ايه؟ على السلطة. اللي هو بيبرر نفسه انا ما بخدمش النظام، انا بخدم الدولة. وراجع كده السنتين الثلاثة اللي فاتوا دول كده هتلاقي كل المثقفين كده لا 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 لا، انا ما بخدمش نظام حكم، انا بدافع عن ايه؟ عن الدولة. لانه طول الوقت عينه على انه عايز يحقق مشروعه بان ياخد اذن السلطة، وعمره مراهن على الناس. عمرنا ما فكرنا ان التحديث ممكن يجي من تحت. ولذلك المثقف طول الوقت سواء كان افندي او شيخ المعمم كان موظفا في الدولة بصورة من أبوه، سواء كان أستاذ الجامعة أو شيخ في الأزهر أو قسيس أو قسيس. فالفكرة الأولى إنه إيه؟ التحديث جاي من فوق، جاي أهدافه مباشرة، مشروع المثقف تابع لمشروع السياسي. هي نفس البنية من محمد علي ورفاع الطهطاوي إلى السيسي وجابر عصفور، هي نفس التركيب، تغيرت الأقنعة وتظل البنية واحدة. المعادلة قامت على إيه؟ معادلة التحديث أيام رفاعة الطهطاوي قامت على إيه؟ إحنا جالنا التحديث بعد كده بالخطر جاي منين؟ من الغرب. يعني لما نقول في مصر هنا الحملة الفرنسية على مصر مثلا، فخطر المجتمع الحديث جاي بالبارود اللي جاي من بره. فهو هنا ايه؟ الحداثة عدو من قوم. وفي جانب اخر هو النموذج اللي احنا بنحاول ايه؟ نوصل. فبقت ايه؟ الحب والكره، علاقة الحب والكره موجودة طول الوقت. يعني عملة ذات وجهين، في وجه منها ان احنا عايزين نقاومه، وفي وجه اخر ان احنا ايه؟ النموذج اللي احنا عايزين ننقله. ولاحظ كلمة ايه؟ ننقله. يعني النموذج جاهز وما علينا الا ان نجيبه وننقله هنا ونفرضه بالقوة. هنحدثكم بمزاجكم بغير مزاجكم هنحدثكم. سواء كان من السياسي في الداخل، المشروع الداخلي، او سواء كان من العدو حينما ايه؟ يغزو. لانه بيبرر برضو، انت لو رجعت للادبيات اللي اتكلمت على تبرير الحملة الفرنسية مثلا على مصر من الفرنسيين، او تبرير الاحتلال الانجليزي، او تبرير حتى قيام دولة اسرائيل، الفكرة هو ايه؟ احنا هنحدث وهنطور هذه الشعوب. ففكرتين التحديث، اما قوة قاهرة جاية من الخارج بالقوة، او سياسي من الداخل برضه بالقوة، سواء زي نموذج محمد علي او نموذج اتاتورك. ولذلك في ناس كتيرة جدا بتتولى بنموذج اتاتورك، احنا لو عملنا نموذج اتاتورك مصر كانت هتقف على رجلين. التحديث ده لما بيبقى جاي بالعنف وبالقوة يقابل بعنف، بعنف من الداخل، ودي بذرة من بذور العنف. اللي وثق الموضوع ده توثيق جميل قوي خالد فهمي في كتابه كل رجال الباشا، لانه راح يدرس تجربه محمد علي بقى مش من وجهه نظر الضباط ولا البشوات ولا ابراهيم باشا اللي عمل الامبراطوريه، لا درسها من وجهه نظر العسكري المصري اللي كان بيتخطف من الارض عشان يتجند بالقوة ويخش الخدمة اللي هو ما يعرفش امتى هتنتهي. وكان المصريات علشان تحاول تحمي اولادها كانت تقطع صباع. هو واخدينه ليه؟ عشان يحارب، اما هو مش هيعرف يعمل ده. فكان يتقطع صباع، وكانت تعلق وتشنق النساء على مداخل القرى. التحديث ثمنه جاي بقوة بعنف من فوق، فبيقاوم بقوة وبعنف من الداخل.
النقطة الثانية معادلة التحديث قامت على ايه؟ قامت على ان احنا عندنا ماضي جميل وعظيم ونفتخر بيه، وعندنا موجز انجازت اوروبا، وكلهم كانوا بيركزوا على اوروبا عصر الانوار. يعني كل ما حد يتكلم على اوروبا كان بيتكلم على اوروبا عصر الانوار في القرن 18 مثلا. ومحاوله المعادله قامت على محاوله التوفيق ما بين الماضي او التراث او كل بقى الثنائيات اللي دارت في فكرنا العربي، الاصاله والمعاصره، التراث والحداثه، كلها ثنائيات المفكر بيحاول ايه؟ يوفق بينها. مشكله محاوله التوفيق دي انها قامت على التجاور. التجاور يعني ايه؟ يعني دي جنب دي، لا تفعلوا ولا حصل تلاقح، ولا انت هضمت وطلعت حاجه جديده. فجيب الغزالي بجانب ديفيد هيوم، مجرد تجاور في المكان. السلام عليكم. فنجيب الجامعه الاهليه اللي اصبحت جامعه القاهره، نجيب المدرجات والاوبجه والدرجه العلميه من عالميه الازهر الى الدكتوراه، لكن المضمون من الداخل هو مضمون التراثي. يعني خدت الشكل والمضمون هو المضمون الايه؟ المضمون. في تجاوب مش تفاعل. جبت القانون، جبت المحكمه وقانون الاجراءات والاخر، لكن الاحكام الاحوال الشخصيه كلها قايمه على الفقه الحنفي باجتهاداته. ونشوف بقى اوضاع المراه واوضاع اذا التحديث قايم على ايه؟ على محاوله التوفيق ما بين الماضي وما بين المعادله دي. مع كل هزيمه او تراجع تحدث بها انتكاسه. يعني مع كل هزيمه يحصل انغلاق، يحصل درجه من درجات المحافظه. يعني لما نشوف مثلا انفتاح رفاعه الطهطاوي او محمد عبده قبل الاحتلال الانجليزي، بعد الاحتلال الانجليزي محمد عبده بدا يقول ايه؟ يعني لعن الله ساسة وياسوسة، كل حاجه بقى بتظهر كلمه السياسه. لو شفت محمد عبده بانفتاحه وتلميذه رشيد رضا اللي هو جامع تراثه، ورشيد رضا اللي هو الاخوان المسلمين كفكره نبع وصادق العزم في سوريا بيجعل رشيد رضا هو اس البلاء كله. بس انا بسال سؤال، ان لو محمد عبده جات وعاش حتى الغاء الخلافه العثمانيه او شهد الغاء الخلافه العثمانيه، قد يكون فكره يحصل له نفس الايه؟ الانغلاق. لان الخلافه برغم ان هي رجل اوروبا المريض لقرون، قرن مثلا ونص او قرنين، الا انها كانت ورقه التوت اللي سطر العوره، فالغائها كشف حاله التفكك. فجماعه زي الاخوان المسلمين او انصار السنه المحمديه واللي انشات سنه 25، وحسن البنا ذاته انشا جمعيه قبليها برضه، وهكذا. هي محاوله رد فعل ثقافيه على حاله الايه؟ التفكك، عشان وحده المسلمين. فكان السؤال هل ممكن المسلمين يتحدوا مع بعض مره ثانيه؟ فهو قال للتربيه وبتاع، والنموذج اللي هو عمله في الاخوان المسلمين. وفي مثلا زي حزب الوقت يتكلم على ايه؟ وحده الامه المصريه. او بعد كده حركه القوميه العربيه، هي كلها ايه؟ محاولات للاجابه على نفس السؤال. احنا عندنا تحدي وخطر جاي من بره، فبنواجهه بان احنا ايه؟ نتحد. بس للاسف كل محاولات الوحده دي محاولات تلغي التعدد والتنوع، ما بتدركوش. سواء كانت وحدة الأمة المصرية ما تدركش إن في تعدد وتنوع داخل المجتمع المصري من ناحية حتى المناطق. يعني مصر كل 10-15 كيلو كان بيبقى فيها مزيكا مختلفة وزي مختلف. فالتعدد والتنوع مش ضد الوحدة، مش لازم نكون كلنا اسطمبة واحدة. فمع إلغاء الخلافة زادت المحافظة شوية، مع هزيمة 48 ازدادت. يبقى يتجه بقى ايه؟ لحالة الاستقطاب أكتر.
شوف كتابات سيد قطب عن العدالة الاجتماعية في الإسلام والإسلام والسلام العالمي والآخره واللي حصل بعد كده. وفي ناس بتعتبر إنه لما تحل خطاب سيد قطب بتقول لا ده هو نتيجة للتعذيب جوه السجن. بس التحليل الدقيق لخطاب سيد قطب البذور موجودة من الخطاب في البداية، لكن تجربة السجن جعلتها إيه؟ تنبت. وأنا هقول كلام في ناس هتزعل منه، التحليل الدقيق لخطاب العقاد حالة الحسم واليقين عند العقاد قد تكون بذرة لكثير من الأصوات اللي جت، ولذلك هم بيحتفوا بالعقاد. يعني كثير من التيار الديني بيحتفي بالعقاد ويجعله ضد نموذج طه حسين اللي هو فيه نوع من الايه؟ الحيوية بتاعت طه حسين. إذا مع كل هزيمة حصل إغلاق، هزيمة 67 كنا وصلنا بقى الطرفين بتوع المعدة اللي كانوا واقفين على محاولة التوفيق وصل إلى التلفيق وانهارت المعادلة كلها على الأرض. لندخل في حالة استقطاب كامل، لوح الإزاز نزل على الأرض ودخلنا في حالة التشظي اللي أنا بسميها مرحلة التشظي من بعد 67. في حالة مرحلة التشظي دي، وأنا هختم خلاص الشين دي أقربه، العنف بقى سيد الموقف. لأن اهتمام كل فرد بقى منحصر في ايه؟ انا. او حتى في اطار الاسرة اللي هي ايه؟ يعني رجعت للحلقات الصغيرة المباشرة جدا. اسرتك او القبيلة او العيلة او 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 او. في حالة التشظي دي بيتم ان الذكر يضطهد الانثى. لانها كلها قايمة على الايه؟ على القوة، على العافية. الأغلبية والأقلية، الحضر على الريف، بحري على ابني، المركز على الأطراف. وبمرور الوقت طبعا مع الانفتاح الاقتصادي ومحاولة الانفتاح اللي سماه أحمد الدين السداح مداح، بدأت حتى بنية الدولة اللي هي كانت متلصمة أيام عبد الناصر. عبد الناصر أمن الحياة الثقافية والفكرية، بس الجهاز الإداري بتاع الدولة كان لسه السوس ما نخرش بالدرجة الكبيرة. بدأ السوس ينخر في عظم الجهاز الإداري للدولة، لأن تتحول في آخر 15 سنة من حياة من حكم مبارك إلى، هقول الجملة دي، الدولة المصرية كل أجهزتها من محمد علي الى السيسي الان كانت بتقوم بدور اساسي، هو ايه؟ ان توقف المصريين، طبعا دي صوره بلاغيه بس هي يعني عشان اوصلكم الفكره، بتوقف المصريين طابور وحده، ما في طابور واحد، وعلى اول طابور بيقف الحاكم حكم الفرع، الباشا او الخديوي او الملك او رئيس الجمهوريه، هو اللي بيشوف وهو اللي بيعرف، وإذا كان كويس ممكن ينصلح شوية حاجات، وإذا كان يعني ماشي كده وعتر في حجر صغير كده الطابور كله بيدفع الثمن. اللي حصل في آخر 15 سنة من مبارك أن هذا الطابور، أنا آسف في اللفظ، تحول إلى قطيع بعطل. تحس البعطلة دي من اول ما تصحى الصبح لحد ما تنام بالليل، وانت في مناهجه جوه المواصلات في الشارع، لان تصبح مصر، غالي شكري كان بيستخدم تعبير ثقافه النظام العشوائي، اصبح عندنا نظام عشوائي، يعني اصبحت العشوائيه ذاتها هي المنظومه. ونهله قالت كلمه من مين اللي هي ايه؟ جمهورية مصر العشوائية. ف 25 يناير جت علشان تكشف الغطاء على اللي تحت السطح، هي ما خلقتوش. هي ايه؟ طلعته. فالسؤال الآن
نحن في هذه المرحلة ويختم بدي هنعمل ايه في اللي جاي؟ هتأسسه على اي اساس؟ هل هنحاول زي ما سيسي وجابر عصفور بيحاولوا يعملوا دلوقتي هو استعادة المعادلة القديمة؟ لا، هو عشان مبارك كان فاسد والنظام ده هنحاول نرجع للنقاء الثوري اللي كان في نظام عبد الناصر قبل 74 مثلا، او الناس اللي خرجوا من النظام مبارك زي الكفراوي في نص الثمانينات مثلا. هي المشكله مش مشكله افراد، مشكله ايه؟ منظومه. شيل مبارك وهات طنطاوي، المكنه هتطلع نفس القماش. هات مرسي، هات عدلي، هات السيسي. العيب في المكنه مش في الافراد. نشكر أستاذ جمال عمر. ودلوقتي أي حد عنده مداخلة تفضل. الأسماء علشان أنا هسجل من الأبن وأنا خارج. ده هي الأولى. طبعا. مرسي على الكلام الممتع جدا. أنا ميسة مصطفى، مرشدة سياحية مع إيقاف التنفيذ وباحث بعلم المصريات في مركز توثيق التراث. حضرتك كنت بتتكلم عن التحديث دايما كان بيجي من فوق لتحت، أو ما يطلق عليه في الغرب top down policy. بما أن أنا درست تاريخ مصر فأنا شايفة أن ده حاجة قديمة جدا قدم فكرة وجود الدولة والحاكم المصري، أن دايما الموضوع بيبتدي من فوق لتحت. ولما سافرت بره اكتشفت أن الموضوع في كل الدول حتى الاوروبيه لازم الدوله تبقى قويه ولازم هي اللي تفرض ولازم هي اللي تعمل المكنه والسيستم. طب ازاي التحديث هيجي من تحت لفوق؟ ده دايما سؤال بيطرح نفسه عليا. ميرسي. ناخد مجموعه اسئله مع بعض علشان هفصل في الكلام يعني. سؤالي شيرين. لازم تقولي شيرين عشان التسجيل كمان. السؤال بتاعي هو طبعا شويه عشان اللي ميسه قالته دلوقتي. انا عايز اعرف لو المثقف مش هيلجا للسلطه عشان ينفذ فكره، هو مضطر لان هي السلطه هي القوه. انت متخيل المثقف هيفرض ازاي رايه على القواعد بتاعه الشعب واوريدي عندك ناس بتهاجمه؟ يعني لو هنتكلم عن فكرة التنويري ده مش هتلاقي ألف من كل الناس هتهاجمه في الجامعة في الكنيسة في كل حتة. لو الدولة مش واقفة ورا حد يسنده، وانا عارفة ان الدولة هيبقى ليها أغراضها، بس هل ممكن ان احنا ناخدها ستاب؟ طب ولو خدناها ستاب هنعمل ايه؟ يعني في الفترة اللي هي همثل على الدولة جابر عصفور مع الدولة بس عشان يعرف يبني أرضية، انت متخيل الارضيه دي ممكن تبني ازاي؟ وممكن احنا نقف ضد الدوله بعد كده ازاي؟ سامح توفيق. الحقيقه من ضمن الجذور الثقافيه لاي مجتمع الدين، والعنف في الدين عندنا في مصر مسكوت عنه. احنا عندنا لدى المسيحيين عنف ولدى المسلمين عنف، وبحث هذه الجذور ومقاومتها محتاج نظرة جديدة للدين ولرجال الدين، ومن هنا تكمن الصعوبة في وجهة نظري. في بقى حاجة أهم بقى من ده. دي بليغ. في حاجة أهم بقى من ده. فكرة إن إزاي الجين الثقافي في مصر اتغير بالذات في مرحلة السادات. ده نتيجة إن السادات ويلي حسني مبارك بعد كده زي قنوات المجد والحافظ والحكمة والناس والفلوس الكتيرة اللي اتضخت علشان يتغير الجين الثقافي المصري. طيب احنا النهاردة عشان نغير الجين ده تاني ونرجع بيه حتى لمرحلة ما قبل المرحلة العسكرية، يعني حتى وما اختلفنا في ذلك، يعني حتى المرحلة شبه الليبرالية شوية، طب ما ده محتاج ضخ فلوس كتير جدا. ده ازاي هنقدر نعمله واحنا ما عندناش سيولة مالية، وبالذات دايما المنتفعين من رجال الأعمال أو دول كلهم بيكونوا مع النظام العسكري؟ شكرا. طيب عندنا أربعة كده في الجولة كلها. جديد نأسسه إزاي؟ أنت مش عاجبك جابر عصفور والسيسي ده، قول لنا فاتح هنعمل إيه؟
الفكرة للأسف المثقف دايماً معتبر نفسه أنه عنده الإجابة، وأن الدور يعني نظرته للدولة على أنه إيه؟ هتفرض رؤيته. الإجابة مش لازم أن تكون جاية منه، الإجابة لازم أن تيجي من الناس. ومن هنا حتة التعالي بالثقافة الرسمية على الثقافة الشعبية، في حين أنا لما بدرس وبحلل الثقافة الشعبية المصرية تحليل دقيق أجدها أكثر حداثة وتواصلا مع الواقع من كل القوالب المتعلقة فوق. كمثال، إن في ناس يعني تعتبر الكلام ده تقول إيه يعني. امسك أي مغني بيغني للفلاحين، وقف قدام اللغة اللي بيغني بيها، تجد حتة الفصحى والعامية هو عمل الجسر. اللغة بتاعته اللي بيغني بيها عمل الجسر بين العامية والفصحى، اللي احنا تبص لقى ايه؟ نجيب محفوظ بيتكلم بطريقة ويكتب بطريقة تانية، او جمال الغطاني يكتب بطريقة ويتكلم بطريقة تانية. الثنائيات النهاية دي. فالفكرة ايه؟ ان مش الاجابات دايما هي اللي في ذهني. اذا ما استمعناش للناس، وده بقى اللي بيخلي من تحت يجي من تحت، ان احنا نسمع للناس، ان احنا نتعلم منهم. لكن للاسف طول ما احنا عندنا حته انا اللي عندي، فبتيجي حته الايه؟ الوصايا. ده انا اللي رحت ودرست في السوربون يا مخيمر. ايش جابك انت اللي انا درسته يعني؟ في حين ان مخيمر ممكن يكون عنده اجابه لايه؟ لمشاكله، لان هو اللي عايشها. فطول ما احنا هي جايه من فوق، سواء بقى كانت من السياسي او من المثقف، فلازم نفتحها من تحت. نفتحها ازاي؟ ما هي مش هتيجي بمجرد مجهودات افراد. هتكلم شويه سياسه بقى. انا قلت مصر تحولت الى قطيع. القطيع ده لازم نحوله الى ايه؟ مجموعات وتجمعات. وعشان تحول 90 مليون الى تجمعات ومجموعات، محتاج ثلاث خطوات من وجهة نظري. الخطوه الاولى حريات نقابيه علشان الناس تقدر تكون نقابات عماليه حقيقيه وتجمعات للفلاحين حقيقيه تعبر عنهم، مش عباره عن هياكل الدولة مسيطرة عليها بحجة انها ايه؟ هي بتحمي حقوق العمال من خلال وزارة القوى العاملة، وهي عبارة عن ايه؟ بتأيدهم من ايديهم وتجعلهم عبارة عن متكتفين ليذبحوا. خلال ال 40 سنة اللي فاتت، 30 سنة اللي فاتت، وجود النقابة دي ما عملتش أي حاجة، والقطاع العام بيدعي. مش مسألة إن أنا مع القطاع العام أو ضد القطاع العام. مسألة إن يبقى في تمثيل حقيقي، لو في تمثيل حقيقي للعمال وتمثيل حقيقي لأصحاب المال، هيترشد القطاع. هيبقى في مواجهه حقيقيه مع الايه؟ مع المشاكل. انما طول ما هي الدوله انا موجوده هنا وسيط ما بين الاثنين، ولا هي بتتوسط ولا هي بتعمل، هي مجرد انها بتسهل عمليه ذبح الفقراء اقتصاديا من خلال التضخم ومن خلال النقابات المباشره. ادي اول حاجه. القانون ده وقف ضده المجلس العسكري، وقف ضده الاخوان المسلمين، وقف ضده عدلي منصور، وسيقف ضده. يبقى لو عايزين نتكلم على تغيير سياسي حقيقي من هذه النقاط، بده لما يكون عندك بقى تنظيمات عماليه حقيقيه، هيكون عندك يسار حقيقي. لو احنا بنتكلم بقى الاحزاب ليست لها جذور، هتيجي منين الجذور؟ الجذور ما بتجيش انت بتتعامل مع الافراد كقطيع. يبقوا ايه؟ تنظيمات. حزب العمال في بريطانيا عباره عن الوحدات الصغيره، ان يبقى البياعين اللي بيبيعوا في مكان معين في حاجه تربطه، يبقى البياعين اللي بيبيعوا في الشارع في حاجه تربطه. هنا هيترشد الخطاب كمان، ان انت تلاقي حد يتكلمه. فمحافظ القاهره لما بيجي يتعامل معاهم مش بيتعامل مع ايه؟ قطيع بيهشوا وينشوا حتى يفشوا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية،
قانون للحريات يحرر الجمعيات الأهلية من سيطرة وسلطة الجهاز الإداري للدولة اللي هي مكتفاة، بحيث يبقى فيه وجود حقيقي مش مجرد طبعا مع كل قمح يبقى فيه المتسلق ويبقى فيه النفي ويبقى فيه الحرامي والوصولي، لكن انت ما تدمرش كل ده علشان بوجود الكيانات دي يبدا المجتمع ينتظر، مش بس احزاب سياسيه، الاحزاب لابد وان تقوم على عمد، والعمد ده تنظيمات اجتماعيه على كل المستويات، من اول الناس اللي بيحبوا الشعر يعملوا تنظيم، الناس اللي بيحبوا المحشي يعملوا تنظيم، انا بهزر بس ان بغض النظر ممكن يكون الاتحاد اتحاد محب المحشي يكون له اكثر تاثيرا من وزاره التموين، لو في وحده في لكن احنا عايزين نعمل ايه من فوق وبالعافيه وبالقوه، والتنظيمات دي مش محتاجه بقى لا مجهودات بقى اموال تضاهي اموال الخليج. بالنسبه لقضيه الدين وقضيه اموال الخليج دي، خلي بالك لما قلت لك المعادله وقعت فحصل الاستقطاب التام بقى ما بين الاصوليه الكامله وما بين التغريب الكامل اللي انت بتشوفها دلوقتي كده. فالاصوليه الكامله بتتغذى بالغاز من السبعينات، بتتغذى الرمل ضغط على الوادي خالص يعني، لدرجه ان مصر اللي احنا كنا بنتباهى بيها من ناحيه الثقافه والمعرفه اتحصرت في 3 4 كيلو في الحته اللي احنا قاعدين فيها. فالمواجهه ده بان انت تعمل تفتح قنوات في المجتمع عشان يتنفس. مصر دخل فيها فلوس في الأربعين سنة الماضية سواء من الخليج أو من أوروبا، كانت توقف البلد دي على رجلها. بس ليه بقى؟ لأن إحنا بنحل مشاكلنا يوم بيوم وحتة بحتة، في الواحد يسرق حتة أرض زراعية ويعمل بتاع فيعمل شارع ضيق علشان بس إيه؟ بس تعدي. وبعد ما تعدي يعلي دور واتنين وثلاثة، لأن العيال اللي كبرت وعايزين يعملوا، فبقى عندك عمارة 7-8 أدوار والشارع 3 متر. يعني لو في حريقة ولا في حد عايز إسعاف مستحيل، فيبقى الحل إيه؟ توك توك. هو بيحل مشاكله خلاص، هو بيحل مشاكله بناء على إيه؟ على هو شايفه قدامه وهو معذور. فكل أموال الخليج وأموال أوروبا وأمريكا اللي جبناها صرفناها على عشوائية، على عشوائية، اللي هي لو احنا كنا لو كان الشارع ده واسع شوية وكانت العمارة طلعت مش عارف ايه، كان حتى قيمة الشقة بتاعته او المبنى بتاعه كان زاد بنته اقتصاديا مع الزمن، وكان في يوم من الايام يقدر يبيعه وينتقل في مكان تاني. لكن اننا عايشين يوم بيوم، مسألة العنف الديني هي احد تجليات الحالة اللي انا بتكلم عليها دي. انا بختلف مع الناس اللي بتعتبر ان الجامعات هي اس البلاوي وهي السرطان، لو قطعناه هيبقى اتحل كل المشاكل، هو مجرد احد الاعراض واحنا عاملين نحارب. ولذلك المثقف، انا كتبت كتاب اسمه انا نصر ابو زيد، وثقت فيه اللي حصل مع نصر ابو زيد في سنه 92 93 94. فكان المثقفين في الوقت ده، نصر ابو زيد من الناس اللي ايه، اللي زي ما هو كان بينتقد الخطاب الديني كان بينتقد استبداد السلطه، فمالوش ايه حبيب ولا ده. فلما جوهم من المعركه هم كانوا بيبرزوا بعض على ساحته، لا اللي بيدافع عنه كان اراه ولا اللي بيهاجمه كان اراه. ده هو ايه، واحد شاف لطفي الخضر بيدافع عنه يبقى هو عدوي، واحد تاني شاف مصطفى محمود بيدافع عن عصابوش ده هو دفاع عن الحريه. لكن ده قرا ولا ده قرا سجاده. فالخطاب الديني انا معاك ان هو محتاج شغل كتير جدا جدا، بس الجذر اعمق منه، هو مجرد احد الاقنعه من الاقنعه الكتير اللي سايده. وانا هبالغ واقول ان الفرق ما
بين القناع الليبرالي، القناع القومي، القناع اليساري، والقناع الإسلاموي، هي مجرد أقنعة على نفس خطاب الاستبداد، مجرد ألوان على نفس المبنى المشروخ. لذلك تبدل عوضين بمحمدين هيجي لك نفس الاستبداد، بس مرة يبقى لابس عمة أو لابس كاسكتة زي بتاعتي يعني. الجذور واحدة، فلازم ننبش في الجذور. إنما هنقعد بقى في اليوم بيوم ده بقى بيني بقى نفس القضايا اللي كان بيناقشها محمد عبده سنة 1000 نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، الحجاب، فوائد البنوك، هي نفس القضايا. ما بنبنيش حاجة. فمهم جدا ان فالمسألة مش مسألة فلوس، مسألة ان انت تفتح قنوات. مفيش حد عايز يفتح قنوات. قنوات بمعنى ايه؟ بمعنى ان الـ في مجال للناس تعبر عن نفسها، اللي يبقى لك صندوق بتاعك. انا رسمت صورة في الكتاب الاولاني بتاعي مهاجر غير شرعي، انا من بلاد فلاحين، فطبعاً الملكيات الزراعية صغرت، خمس فلاديب بتوع عبد الناصر وصلوا يجي ست أراريط ولا سبع أراريط للأحفاد وأحفاد الأحفاد. فلما يجي الفلاح وعنده ماشية من المواشي يعني وبتاكل برسيم، فبيدق لها وتد خشب ويربطها بحبل من ودانها، بيبقى النص القطر بتاع معمول بحيث انها ما تاكلش عند الايه؟ الجيران. فالسلطة عندنا كده، كل واحد منا له وتد وحبل من ايه؟ من ودانه فرد فرد. لما رحت تكساس وانا بهرب من على الحدود بتاع تكساس وفي مزارع بتاعة الأبقار هناك، هو عامل له مربع من الخشب، هو حر بيتحرك فيه، مش متقيد بإيه؟ من ودانه. خلي بالك ان اللي مربوط بودانه مباشر ده قدامه السماء والمدى مفتوح، بس هو ايه؟ مربوط. اللي هناك برضو حاسس ان الحر وطليق حتى يصطدم بالجدار الايه؟ الخشبي، بس انت ليك مربع بتاعك انت حر فيه. السلطه عندنا لم تتح لنا ان يكون لنا هذا المربع، والمربع بتاعنا المستطيل بتاعنا حتى صغير بالدرجه يعني. ففتح قنوات ده لازم نيجي من تحت. ده لو احنا عايزين نعمل حاجه نبني عليها للمستقبل. طريقه عصفور والسيسي مجرد اعاده انتاج. اقول لك يعني ازيدك من الشعر بيت، اني انا ارى ان نظام ثوره يوليو هو افضل نظام لازدهار الاخوان المسلمين. امسكوا لي بقى واحده واحده كده. وكان معانا الدكتور شريف يونس من يومين، وشريف يونس يعني من الناس اللي درسوا المصريه كتير، وكنت بحاول اشرح الحته دي. ما هو انت لما تامن الحياه الفكريه والثقافيه وان الجامعه يحصل فيها تطهير زي ما حصل في سنه 54 وترفض 50 استاذ والاستاذ بياخد له 20 سنه تعليم عشان يبقى استاذ، 20 في 50 دخلنا في 1000 سنة من الخبرة مسحتها بإيه؟ بأستيكة من 3 جامعات. كان عندنا الوقت ده القاهرة وعين شمس، القاهرة واسكندرية وعين شمس وأسيوط على ما أظن 4 جامعات كده. 1000 سنة بقرار من ظابط. فإيه اللي حصل؟ أممت الحياة الفكرية داخل الجامعة، فما دام مفيش فكر داخل الجامعة هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه النظام. انت امنت الحاله الثقافيه فقايم على ايه؟ السمع والطاعه. انت في انت هنا جاي تدرس مش جاي تتكلم في السياسه. هو ايه اللي قام بيعمله ايه اكتر من كده؟ ولذلك كل القيادات المهمه للاخوان المسلمين خارج التعليم المدني وخارج الكليات العمليه في التعليم المدني، طب وصيدله وما فيش حد من مكتب الارشاد الميمون له قيمه يعني خريج مثلا ازهر.
فانت لما بتأمن الحال الفكريه والثقافيه بيزدهر احسن بيئه للخمس يغذي بعضهم بعض. نظام العسكر اللي انت بتتكلم عليه ونظام الخمس يغذي بعض. وجود الاخر هو سر وجود الاخر. وجود واحد منهم هو سر وجود الاخر. الاضداد والصراع دايلكتيك. فلازم نخرج من الدايره الضيقه اللي احنا حاصرين نفسنا فيها. كده كده جاوبت يعني كده الحل الليبرالي. ناخد جوله ثانيه من الاسئله. طيب هو يعني من الواضح من كلام حضرتك ان الموضوع متشابك، بس هنرجع برضو ان في ثلاث نقط ارتكاز. يعني اول حاجه المجلس العسكري او المنتخب حاليا ورؤوس الاموال موجوده، ما شفناش حلول. يعني طب احنا هنقدر نعمل ايه عشان نفك التركيبه دي؟ يعني الجيش مش هيسمح ان في ثوره تانية تقوم حاليا، يعني على الاقل ان الشعب البستر من كتر التبريد والتسخين والظروف الصعبه اللي عاشت فيها مصر الفتره اللي فاتت. في ناس كتيره جدا ضد اي حركات ثوريه او ان حد يعمل اي يعني تجمعات او تظاهرات او كده، واي حد بيتكلم باي فكر ثوري بقى مكروه. ولو انت النهارده جيت تتكلم في فكره تنويري برضو لسه الازهر والكنيسه الصولجان بتاع الجيش موجود معاه. طب احنا عايزين نبتدي نقلل اطر القداسه اللي موجوده في المجتمع، لان من الواضح ان برضو اطر القداسه واتساع اطر القداسه بتقلل الحته الانسانيه عند الانسان او اختياره او تقبله للواقع او اعمال عقله في الواقع اللي هو عايش فيه. فمن الواضح ان لغايه دلوقتي التركيبه دي منتحله جدا ومتكلسه بشكل قوي. ازاي احنا نقدر نحلها واحنا فرادة كده بمجهود المقل زي ما بيقول؟ يعني احنا مفيش في ايدينا فلوس قويه، مفيش في ايدينا مؤسسات. لو عايزين ننتشر في امن دوله، في مخابرات عامه، في مخابرات حربيه، في اجهزه دعم جامده جدا من الدوله. الدوله برضو لسه قايلها طايله في فيديو وفي تسجيلات. فيعني احنا هنعمل ايه بقى؟ يعني النقطتين اللي انا قلتهم من ناحيه حريات النقابيه والاجتماع والحريات الاهليه، بس احنا مش هنعرف نطلع القانون. ما هو ده هيرجعنا ليهم هم. بالعكس مش هنعرف نطلع القانون، يبقى نعملها على الارض ما نستناش القانون. يبقى جهدك انت كل واحد في ايه؟ في دايره خلق هذه الكيانات هو اللي هيعمل القانون. انت مش تستنى القانون يجي علشان يخلق الظاهره. نخلق النقابه ازاي؟ الظاهره بتتكون ويجي القانون ايه؟ يقننها بالظبط. بس لان الحداثة عندنا شكليه بنبتدي دايما بالايه؟ بالورق. ما احنا عندنا دستور. ما احنا عندنا ايه؟ دستور مظبوط. مكتوب عباره عن ايه؟ ورق، حبر على ورق. الثوره الفرنسيه قامت على العدل والاخاء والمساواه 1889. طيب المرأة الفرنسية خدت حق الانتخاب بعد الحرب العالمية الثانية. يعني ما بين الثورة الفرنسية وإنها تاخد حق الانتخاب 150 سنة و 160 سنة. فلما خدت حق الانتخاب كان إيه؟ جاي من إيه؟ بديناميك من المجتمع. عبد الناصر لما جه خدته المرأة المصرية بالقرار. فعبارة عن حبر على إيه؟ على ورق. ده اللي أنا عايز أقوله. ان لابد يبقى من تحت. طول ما انت عينك على السلطه هتغريك بان انت تفكر بالطرق التقليديه، هتغريك ان انت تفكر بالطرق التقليديه. لابد ان تخلق الشروط التي الشروط في الواقع لكي يتحقق اللي انت بتتكلم عنه. نتكلم بقى على الدين بقى شويه. ندوس في الدين شويه يعني، او الخطاب الديني كور يعني. فكرة الحداثة، لما تمسك ايه هي الحداثة؟ سيبك بقى من الكلام النظري كتير قوي، امسك اللب بتاعها. لب الحداثة هو الغاء والقضاء على فكرة الموجه، ان في حد يوجهك سواء باسم الدين او باسم الامن القومي او باسم الاخلاق والتقاليد والعادات. قتل الموجه او المرشد بتاع بتاعنا
لكن استبدال مرشد بمرشد آخر يبقى عملنا ايه؟ عودة للوجه الكئيب. إذا الفكرة الأساسية هو قتل الأب بقى بالطريقة الجماعة اللي بيقولوا عليها، ها؟ إنما إيه؟ قتل فكرة المرشد. بس ده المرشد ده جوايا وجواك. ولذلك في واحدة أنا اتكلمت على إيه؟ 20 دقيقة وأنا بتحرك. لأن لازم أقتل فكرة المرشد جوايا أنا كمان. لكن للأسف كل منا بداخله أيضا إيه؟ ديكتاتور ينتظر فرصته لكي يزهر. هو هيظهر عشان ايه؟ يصلح الكون. هو ما بيظهرش عشان مصلحته ومنفعته، بيحمي. فقتل فكره المرشد. لما تقتل فكره المرشد ده كل المنظومه الدينيه اللي انت بتتكلم عليها هتخرج من الاطار بقى اللي هو ايه؟ الابوي اللي قايم عليه. ومنها يجي فكره ان فهم الدين ما بقاش مرتبط بايه؟ بمؤسسه. بمؤسسه، لان اي دين، اي دعوه، حتى مش اي دين، اي دعوه حينما تصبح مؤسسه تتحول الى كهنوت. اذا كانت بقى الماركسيه، اذا كانت الليبراليه، حينما يموت التفكير. فالبذره الثانيه هو ايه؟ انت تجعل الناس تفكر. لكن مشكله الناس اللي المثقفين عندنا بقى بيحاول يعمل ايه؟ هو بيحاول يديله افكار. عنده اجابات وهيمد ايده ويجيب له العلبه المعلبه للاجابات. لما بتشده بره الحته دي بيخاف. ليه؟ ما هو انت لازم تدرك مشكلته هو كمان. هو العالم بالنسبه له مألوف. فانت لما بتشده خارج هذا العالم بتقلقه. بيحس باضطراب لانه خايف من اللي جاي، خايف من بكره، خايف من الغيب. فبيحاول يثبت العالم من ايه؟ بتاعه. بيثبته بايه؟ بمظاهر اللبس والاكل والشرب، يعني النقاب واللحيه دي كلها وسائل مقاومه التغير عشان عايز يثبت العالم بتاعه بس. وده مش خاص بينا احنا بس. الامش في امريكا ولا يهود الحسيديه في بروكلين وهكذا. هي محاوله مقاومه، لان مع الثوره الصناعيه معدل التغير في العالم زاد. يعني اللي اتقال من الراعي للزراعه خد فتره، من الزراعه للصناعه خد فتره، بس الثوره الصناعيه بقى معدل التغير ايه بقى رهيب. التكنولوجيا بعدها اصلا لما قتلت فكره المرشد بقى اصبح كل واحد بايه؟ بنفسه. المجتمع الصناعي بيعمل كده. احنا ما قدرناش نخش، لان احنا ما دخلناش المرحله الصناعيه. احنا النظام بتاعنا لسه، الاقتصاد بتاعنا كله اقتصاد ريعي. كل اللي بين اقتصادنا اقتصاد ريعي. سيبك من شات المصانع اللي دي زركشه كده على لكن الاقتصاد بتاعنا احنا عندنا 50% او ما يقرب دخلهم قايم على شغل في الزراعه، اللي هي بتمثل 15% 15 جنيه من كل 100 جنيه من الدخل القومي. يعني نص الناس بتنتج 15 جنيه من كل 100. ده سوء استغلال الثروة البشرية. لو انت دخلت في مرحلة مجتمع صناعي هيبقى عندك بقى الفرد بايه؟ بمجهود. يبقى الست مش محتاجة راجل علشان تعيش. الزواج وتعدد الزوجات ده دي بنية اقتصادية، ما هياش بس عادات وتقاليد ودين. كل ده بيتبني على البنية الاقتصادية. هتلاقيها عند الأفارقة ان هم مش مسلمين مثلا في مجمعات معينه، لان الست ما تقدرش تعيش لوحدها، فلازم ايه؟ ذكر تعتمد عليه في معيشتها. لكن في ظل مجتمع صناعي كل فرد ممكن يشتغل. ولذلك الست خدت حقها في الانتخاب في امريكا لما ازدهر المجتمع الصناعي، مش عشان تغير بس، خدتها بعد الحرب العالميه الاولى، وخدتها فرنسا بعد الحرب العالميه الثانيه. فكل محاولاتنا بقى للدفاع عن حقوق المراه تبقى عباره عن ايه؟ بنشتغل في الشكليات. مش بقول ده غلط، بس بتكلم ايه؟ البنيه بتاعت المجتمع محتاجين تحديث. لذلك اللي حصل عندنا هو عباره عن تحديث بلا حداثه. جبنا المكنه
خدنا الثمرة وسبنا الشجرة اللي هي قايمة عليها، اللي هي حرية الاعتقاد والتفكير. وانت لما تطلع واحد ما بيسألش، ما بيفكرش وهو في الجامعة، ده هيبتكر حاجة؟ بتطلع استنباط شبه بعضي، ما زي اللي خلوا زي ما بيطلعوا استنباط شبه بعضي، هيبدع شيء؟ هيبدع شيء؟ كله أساس دين كده؟ خلي بالك، بس هي 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 بنية المجتمع كمان، الدين أحد تجلياتها، ده أنا عايز أقوله. وأنت ممكن تعتبره أهم تجلي، ده أتفق معك فيه، بس هي إيه؟ أحد تجليات، لأن معظم المثقفين بيلغي الموضوع ويركز على دي. فيقول لك إيه؟ نار السلطة المستبدة ولا جند الإيه؟ لإخواننا مثلا. فيقعد خط 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 في حين ان الاثنين بيغذوا بعض. استبداد السلطه يؤكد ويؤصل لشرع الدين. جمله افضل كثير من كلمتي، بيدي الشرعيه لوجود الاخوان المسلمين. فاجابتك عن السياسي عشان اقول لك اليوم بيوم، لكن وجهه نظري ان احنا لازم نبتدي من تحت وفي حلقات صغيره. انت مش لازم تغير العالم، وده الثمن اللي لازم تدفعيه طبعا عشان تبني بلد. والا مش عايز ادفع الثمن، ومش عايز ادفع الثمن، ومش عايز ادفع الثمن. جابيني بقى نتقابل بعد 50 60 سنه ونتكلم في نفس القضيه لو ربنا احيانا. يعني هم دفعوا الثمن هناك. يس يس. ونروح سؤال الثوره الفرنسيه، الشعب الفرنسي تبع حضرتك عايز تفصل عن حضرتك قلت لنا ازاي نأسس نظام جديد؟ طب ازاي نضمن استقلاليه المثقفين عن السلطه؟ حد تاني عنده سؤال؟ ما احنا اتكلمنا بقى المثقف مشروع تابع لايه؟ فالشريحه المثقفه عندنا شريحه هشه حتى اقتصاديا. مفيش مفكر واحد يقدر يعيش من دخل كتب، ليه؟ لانه اعتمد على السلطه ما اعتمدش على الناس. ما هو انت كمثقف راجل بتبيع كتب لازم نزود عدد الناس اللي بتقرا. فالمدخل ليها ايه؟ شوف القراءه جوه المدرسه. يعني احنا عندنا مثلا، خلينا نمسك الحته دي شويه لانها مهمه. اي واحد بيكتب كتاب اتباع له 1000 نسخة إذا كان يعني بتاع، و 5000 نسخة إذا كان عن كيل زي عمنا نجيب محفوظ. طبعًا باستثناءات الأسواني ويوسف زيدان في المرحلة الأخيرة، يعني الظروف المعينة. في كل بلاد العالم المكتبة العامة هي الأساس في القراءة. لأن الكتاب في المكتبة العامة يقراه 20. أنت لما تشتري كتاب أنت هتقراه وممكن تسلفيه لحد تاني في اثنين مثلًا. ده حتى من حسن استغلال الثروه في المجتمع. والبي دي اف النهارده حرق كله. بغض النظر احنا بنتكلم على المنطق بتاع الايه؟ فلما انت تزود، يعني لو عايز تعمل بقى تحديث فعلا حقيقي، ان مصر دي عايزه 10,000 مكتبه عامه. او الكتروني. بغض النظر يبقى المفترض 10,000 مكتبه عامه. فلما انا اطلع كتاب وفي 10,000 مكتبه، لو كل مكتبه هتشتري نسخه بقى 10,000 نسخه مكتبات بس، يعني ايه مضمونين. دي بتعمل بقى ايه؟ بنيه لسوق النشر وسوق التاليف وسوق الكتابه. والمؤلف اللي بياخد له 2 جنيه في النسخه ممكن يطلع له 20,000 مثلا في كده. فيبقى ايه؟ ما يبقاش داخله مباشره على الايه؟ على السلطه. ده وزاره الثقافه تطبعه، وهي دي الطريقه اللي كان بيعملها فاروق حسني الذي ادخل بها المثقفين الى الحظيره. في طبع الكتب في مكتبه الاسره كان في كاتب ينطبع له وياخد 100,000، والمغضوب عليه ما ينطبعلوش، واللي نص نص ياخد 20 كده. تمكين. فاصبح ابراهيم انه لا بيقدر، فهو الوحيد اللي يقدر يقف ويقول لهم في عينيهم لما فاز الجايزه، بالرغم انه كان عنده عمليه وكان محتاج فلوس علشان يعمل عمليه.
بس دي افراد. انت عايز تعمل منظومة، احنا عندنا افراد مكافحين بيحاربوا بس ما زالت ايه؟ فردية. فنحولها الى منظومة. ففي طرق كتيرة جدا، والناس والشعب هيبدع طرق، بس احنا نقرب منهم. لكن للأسف كلنا معتبرين ان احنا اللي عندنا الحلول نفرضها عليهم. انا بحارب دي جدا 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 جدا. فزيادة الرقعة بتاعت الناس اللي بتقرأ فيها مصلحة للي بيألف واللي بينشر واللي بيكتب وواحد. يا راجل ده حتى عشان توسع قوة عيشك انت كمان من المنطق البسيط يعني. انت عندك كام مكتبة في المدارس؟ كام طفل بيقرأ ولا ما بيقراش؟ دي الحاجات اللي هي لا محتاجة بقى سلطة ولا محتاجة أموال كتيرة جدا ولا محتاجة التفكير. ما تحاولوش يا ناس تخلوا الناس تتبعكم، تتبنى أفكاركم، تخليه يفكر. هو إنه فكر يعرف إن أنت نجحت، لأنه أصبح حي. في السيمينار امبارح اللي كان فيه بقى أزهريين وضراعمة أول امبارح معلش هو العسكري اللي فكرني عشان بس انا رميت كلمه في وسط الكلام بتاعي، اتكلمت عن التوتر في القران. كل التعليقات جت على استخدام كلمه التوتر دلاله على وجود ده مصطلح حداثي. التوتر دلاله على التوتر حقيقي وكأنه ده انت هتخليني اقول السيناريو بقى تاني. اني كنت بتكلم على ان بالقرآن جوانب بينها توتر. هدي مثال واحد بس ما انفصلش فيه عشان يعني انا تعبت من الكلام. شوف انت هو على طول واحد ازهري استخدم كلمه تناقض وهي تريحه قوي ان انا اقول تناقض، بس انا اثرت على كلمه توتر. فتوتر عملت له توتر او اظهرت التوتر اللي جواه، لانك انت بتشد من رجليه عالم جديد، لفظ جديد، هو خد على تناقض وخد على طعم. لكن التوتر هو مش عارف يعمل معاها ايه، يقبلها يرفضها ولا يقبلها ليه ولا يرفضها ليه كده. مصطلح حيوي هو اصلا. ما انا قلت شفت قلت اللفظ انا قلت ايه؟ مصطلح حيوي. ان بالقران في تعامله مع الذات الالهيه في جانبين، في التنزيه الكامل ليس كمثله شيء، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وهكذا. اذا ايه؟ التنزيه الكامل. وعلى جانب اخر في التجسيم الكامل اللي هو ايه؟ يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فالقران بين الجانبين حاله من التوتر. فالمفكرين المسلمين بيحاولوا ايه؟ يرفعوا هذا التوتر. فيجي واحد يقول لك اه طب ما احنا عندنا في سوره آل عمران الايه 7 اللي بتتكلم عن ايات القران بتقول ايه؟ منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اذا في القران في ايات محكمه وفي ايات غامضه، والغامض لابد وان يؤول طبقا لايه؟ للمحكم اللي هو الواضح، محكم يعني واضح. فالمعتزلة يقولوا ايه؟ ان التنزيه هو المحكم والتجسيم وكده ده تشابه، ده بيعبر عن القدرة وبيعبر عن دعم ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين وهكذا، فيجب ان يؤول لكن ما يتهيش فهم ايه؟ حرف. اخصهم يقولوا لا، ما دام ربنا قال في يد يبقى في يد، بس احنا ما نعرفش كيفيتها. فهنا حالة الايه؟ التوتر. وفي انواع اخرى بقى من التوتر دي حاله حياه. القران كائن حي، وانت لما بتحطها قدام الازهري او الدرعمي بتشد بالحياه، فبيخاف لان هو بيدور على ايه؟ العالم الثابت، بيدور على اليقين. انا عندي الحقيقه مطلقه المطلقه من الناحيه الدينيه. فانت بتكسر له الحقيقه الايه؟
المطلقه اللي انت تشده للايه؟ للانسان في النهايه، انسانيه الانسان. فيبقى اهتمامك بالفن، اهتمامك بالغنى، اهتمامك بالازياء، اهتمامك بالاطعمه بشكلها او الاختلاف، كل حاجه فيها ايه؟ يظهر فيها الخط الانساني. اذا انت تواجه وتبني للمستقبل. تعملها بقى الست في البيت على ترابيزه السفره، وتعملها البنت في لبسها، ويعملها الولد اللي يغني، ويعملها كلها تجليات لنفس الايه؟ الرؤيه، اللي هو ايه؟ مش خايفين من بكره. بنحاول نتوافق مع التغيرات اللي بتحصل في العالم. لكن طول ما انت خايف وقلقان وتصرفاتك، هم كانوا خايفين. فبيوصل هو انا خطر ولا؟ فجي واحد رد على اللي انا بقوله بطلقات رصاص مسدد 9 مللي. فلما رديت عليه وكلمته بقى، فلاقيني فتحت له جوانب ثانيه على الدراسات القرانيه اللي بتحصل في المانيا وفي امريكا. واللي كان قاعد جنبي كان وكيل دار علوم، واخد الدكتوراه بتاعته من المانيا. واول ما قعد يا عيني هو ما يعرفنيش، اول مره يشوفني، فبيقول له حضرتك مش شغال. فقلت له سواق تاكسي. فالراجل ما بقاش عارف يعمل معايا ايه؟ يعني ازاي بقى وكيل دار علوم وهنقعد نتكلم عن القران وجنبه سواق؟ فعملت له توتر. فكانت هذه الجمله او هذه الكلمه هي الحجر اللي انت ترميه في البركه علشان تحرك المياه المكتبه. تمن لازم يندفع علشان البلد دي تتحرك، الا بعد 50 سنه هندور في نفس. انا نقدر نقول طول العمر طول ما احنا مش حاسبين اساس المشكله. اساس المشكله دي تحديدا مغروس اساس المشكله الدين، وتحديد لانه مغروس فينا. عندنا دين مسيحي، دين اسلامي، عندك كهنوت في الازهر، عندك كهنوت في الكنيسه. ده بيتربى للاطفال من هم صغيرين، من عيل هو في حضانه بيتعلم حاجات يحفظها بتاثر على طريقه تفكيره ونظرته للحياه. طب يفضل طول العمر خايف من حاجات معينه مش قادر يسالها، مش قادر يسالك. هو بيسالك اسمك ايه؟ اسمي شقيق الطاهر. تمام؟ دي شقيق. كويس؟ فبيفضل فاحنا لازم نحدد. انا مش عارف اللي حضرتك بتتكلم عن القران والتوتر في القران اللي احنا شغالين بيه نفسنا بقى لنا 1400 سنه. احنا لو قفلنا الكتاب ده كده وركناه على جنب هيحصل حاجه؟ هنتقدم ولا هنتاخر بسبب ان احنا قفلناه؟ نركنه على جنب ونشوف مستقبلنا ونشوف دنيتنا وحياتنا، بدليل ان اليابان لا عندهم قران ولا عندهم سنه ولا عندهم دين اصلا، واكثر رقيا واخلاقا وتقدما مننا بسنوات ضوئيه. كويس؟ فاحنا يعني احنا بنلف في دايره مفرطه. أنا شايف برضو إن في معركة لازم مع المؤسسات الدينية، يعني الأزهر والكنيسة. أنا عايز أهدم المؤسسات دي لأنها مؤسسات خارج السياق الزمني، خارج السياق الزمني تماما، وأثرها على المجتمع بيرجعوا أحقاد لورا. مع احترامي طبعا لكل الإضافات اللي حضرتك أكدت ووصلت ليها يعني، بس أظل أرى إن المجتمعات العربية أو اللسان العربي كله بيتمحور حوالين القرآن الكريم، والحقبة اللي قبليه بتتمحور حوالين الإنجيل، والحقبة اللي قبليه من العرب بتتمحور حوالين التوراة. يعني السياق الغربي أو اليهود تحديدا، إيه اللي خلاهم يوصلوا اللي هم فيه النهاردة؟ إن هم احتكوا بالآخر. إحنا فضلنا نتخلف في سياساتنا في المنطقة اللي إحنا فيها، تخلفنا ما احتكناش بحد، فبقينا في سياسات متخلفة ورجعتنا أكتر وأكتر لغاية لما وصلنا اللي إحنا فيه. يعني حضرتك لما تشوف مثلا محمد ولي الشعراوي ساعة لما اتكلم في حتة النكسة وقال لك أنا سجدت، لغايه النهارده ناس كتير لا تجرؤ انها تقول الكلام ده في برامج على الهواء، مع ان هم عارفين والجزئين بيكونوا عارفين الكلام ده، فما زال الناس لسه خايفين. يعني حضرتك انا كنت لسه بتكلم معاهم قبل الندوه، لو انت جيت رحت وكلت البلح بتلاقي متعلق فوق بانر كبير قوي السيسي، البابا شنوده، انا اسف بابا تودروس، وشيخ الازهر. فهو ده المجتمع.
انا شايف ان الوحده دي مش قصدي بالمعنى السائل، لازم تتهدم، مش تتهدم بالمعنى السائل الكلمه، يعني تتهدم معنويا، يعني تتحل، لازم تدوب. المجتمعات العربيه ومنها البلد اللي انا عايش فيها مش هينفع ان يشوفوا تقدم. انا في رايي، وقد اكون مخطئ، يعني يمكن الالحاد اللي هيحصل نتيجه التخلف اللي الناس فيه هيكون هيرمي لتطور بعد كده. الناس لازم تفك من الاطر الدينيه عشان تجد لنفسها الاطر اللي هي عايزاها. لكن الاطر، يعني مثلا الناس، انا اخلف ولد او بنت ما افرضش عليه دينتي مبدئيا. ما هي دي على فكره، لو انت عايز تتصل مع نفسك بقى وتاخد الاتصال لاخر مدى، بتقول ان دي انا اخلف ولد او بنت، انت عايز يا ابني تختار ايه؟ اول ما يبلغ مبلغ الرجال او البنت تبلغ مبلغ النساء خلاص، فده هتسميه ايه؟ لا يعني الموضوع مين؟ وانا شايف في رايي وقد اكون مخطئ ان هو اساسه الدين عند العرب، هتسميه ايه؟ لان هم بيسمونا بقى احنا كيانات دينيه، هم فعلا بيكرموا علينا كده. ما عنديش سؤال. الحضور بيقولوا ان احنا لازم نهدم عشان نتقدم، لازم نهدم التكوين ده. طيب انا عايز اتكلم شويه عن تكوين الشعب المصري، التكوين الجيني للشعب المصري من الاف السنين. هو زي ما حضرتك قلت، هو الفلاحين. والفلاح بيعمل ايه؟ بيرمي البذور زي بالظبط كده، وبعدين بتيجي الارض الخضراء والطمي ومياه النيل بسهوله جدا بترمي له الارض ده، وبعدين ولاده بينزلوا ايه يلموا المحصول. في بيحصل بقى في الفتره الزمنيه ما بين ما زرع البذور للم المحصول ولا حاجه، ما حصلش حاجه، وقعد الزمن واقف ما مش تمام. هنا بقى لما جينا موضوع التحديث اللي بتتكلموا عنه، وعايز تحول هذا التكوين الجيني، عشان كده احنا ما عندناش وقت اساسا. امين عنصر الزمن في الشعب المصري مش موجود. بكره ان شاء الله، انت مستعجل ليه؟ انت هو عليك عفريت. كل كلامنا هو انك تكسر حته ايه استجل. انا مش لازم التزم بميعاد، عشان كده احنا قلنا لحضراتكم النهارده الساعه 6 والحقيقه 7. والعجله من الشيطان، والعجله من الشيطان، برافو عليك. وإن الله مع الصابرين، نسق ديني كله، نسق دينية. المهم في الآخر صبر مفتاح. ليه انت الدين ده انت بتاخده ك يعني أداة عشان توصل لهدفك، وهدفك هو اللي هو تكوينك الجيني اللي غصب عنك مش هتقدر تكسره على فكرة، مش هتقدر تكسره، لكن هتقدر تطوره. لما بنتكلم على الصناعة، الموديل بتاع الصناعي ده بيعمل ايه؟ عشان ينتج كل دقيقة بينتج فيها منتج. فمثلا هو بينتج 10 كراسي في اليوم، ما تقدرش تيجي يوم تقول له والله ال10 دول انا عايز منهم 100. انت ممكن تقول له اوكي انا عايز ال10 ب 12، مظبوط؟ عشان تحوله بقى من واحد قاعد، انا مش فلاح على فكره، بياخد وقت قد ايه عشان نحصد المحصول؟ حسب المحصول، واحد قاعد ما بيعملش حاجه خالص، هو واولاده ومراته واخد بالك وعايشين في البلاله كده اهو، لواحد الدقيقة لها ثمن. طيب هل في حد عمل لنا إعادة تأهيل للبني آدم المصري من فلاح من مزارع لصناعي؟ لا ما حصلش. لحرفي ما حصلش، هو اتحطت من فوق لتحت كده وهو جه. طيب حاجة ثانية، محمد علي لما حب يعمل الموديل بتاع التعليم وعايز يحول الناس من الكتاتيب للمدارس، عمل لهم ايه؟ عمل ديزاين، ومعانا هو معلم، يقول لك المكتب اللي عندنا لغايه النهارده ده مكتب صغير في دايره عشان تحط الحباره وضيق، وطلب انه يبقى ضيق عشان ايه؟ يضطروا يلعبوا جلابيه ويلبسوا بنطلون ويضطروا يعني يكتفوا انهم قاعدين بقى كده. فاحنا كل حاجه بتتحط عندنا بالقوه بالقوه بالقوه. فالنتيجه ان الشعب قاوم بكل قوته، قام الحداثة دي بكل حاجة وعمال يقام لغاية دلوقتي ما حصلش ان احنا اهلنا الشعب. انا ما عايز اتكلم على ازاي نأهل الشعب، واحنا في حزب يعني دي حاجة انا بعملها فعلا، لكن انا عايز اتكلم على مستوى الشعب بقى، ازاي اهله ان هو يتحرك فبالتالي لا يقاوم الحداثة، بالعكس هو اللي يطلبها فتتحقق بقى فعلا. إزالة الوهم بصراحة، يعني الرحرحة جاية من الوهم. أنا عايز أتكلم عن فكرة الحداثة، وإحنا
اللي احنا نقدر نبنيها من امتى واي اي مرحله بالظبط. احنا لو بصينا للطفل هتلاقي الوالد والوالده تقول له لا ما تعملش ده، لا ما تختارش ده، لا انا عايز البس ده، لا ما تجيبش ده، ما تشتريهوش. دي اول نقطه في اللي انا ببني الجذور للطفل حريه الاختيار، انا ما بديلوش حريه الاختيار. تمام؟ بيجي في المرحله هيبتدي يخش المرحله المدرسه الابتدائيه، لا ما تتكلمش مع زميلك، ركز معايا على السبوره، ولو ان ده يعني انا تربوي ولو ان ده غلط في اساليب التربيه الحديثه، انا لازم ادي الطفل الحريه امتى يختار ويدرس ايه. يعني انا في جدولي عامل مشكله مع المدير ان انا بقول له معلش انا الجدول بتاعي الطلبه هي اللي هتختار، ولو ان انا بتعامل مع اولى ابتدائي طالع بيهم دلوقتي سنه ثانيه، بقول لهم النهارده عايزين تدرسوا ايه؟ عايزين تدرسوا مثلا ماس عربي، هنشوف احنا هنشتغل ازاي. هتيجي برضو غير ان الاسره والمدرسه عامله برضو قيود وتكتيف للطفل النشء اللي انا بطلعه، هتيجي برضو زي ما الزميل قال ان العباده دور العباده ايا كان، ان كان المسجد او الكنيسه، المسجد برضو بيدي قيود معينه، بيتكلم من منطوق معين، ده معلش انت الاخر بالنسبه لك ده ما تعملش معايا، الاخر ده بيقول عليك واحد واثنين وثلاثه، ونفس انا اسف برضو نفس الموضوع بالنسبه لدار العبادة الكنيسة، بتقول برضو واحد واثنين وثلاثة ما تتعاملش مع الطرف الآخر. طب ازاي انا يعني حضرتك متصور ان انا ان احنا عايزين نبني جذور وفي نفس اللحظة بيجي انا بايدي برضو باجي بشدها؟ ما عندناش اسم حسين، ما عندكوش اسم؟ اسمع حضرتك هي عايزة تتكلم. طيب لا بما ان نتكلم عن الحداثه يعني زي ما نحله كمان اتكلمت، انا اصلا عندي اشكاليه في دماغي دايما بتدور حوالين الموضوع ده. انا عجبتني كلمه حضرتك لما انت قلت علاقتنا بالغرب علاقه لاف هيت ريليشن، حب وكراهيه حقيقي، وانت حطيتي ايدك على حاجه مهمه قوي. الفرق بيننا وبين الغرب هو الاحساس بالوقت. صحيح. هم عندهم احساس بالوقت، انا يعني ده حاجه اساسيه واحنا ما عندناش خالص. بس فعليا لما الواحد عاش بره فتره وشاف الحداثه اللي عملت ان قيمه الفرد وقيمه حريه الفرد والاحساس بالوقت والجري خلق اللي انا شفته مجتمعات مش سعيده، مجتمعات مش هنقول تعيسه بس مجتمعات ما فيهاش الدفء اللي عندنا، وده حقيقي بكل مشاكلنا بكل القرف اللي عندنا. لا في فرق كبير، في فرق كبير بين ان احنا بنسال على بعض لغايه دلوقتي، ان لو حد وقع هنلاقي برضه حوالين بعض، ده اللي مش موجود في الغرب. فالاشكاليه كبيره، الفرد ولا العيله، الدفء ولا البروده، الاحساس بالوقت الفظيع والاستريس، ولا ان احنا سايبين بعض كده في الطراوه بس في الاخر ناس يعني مش متكربجين. فدي اشكاليه دايما كانت بتدور جوايا، هل ده الحداثه معناها التعاسه على شكل الغرب يعني؟ تمام. انا بس عندي كومنتس مش اسئله. اول حاجه بالنسبه للموضوع ده من السياسه، انا في وجهه نظري ان السياسه هي اللي خلقت الدين. يعني السياسه كل الوقت عشان عايزه تعمل كنترول الشعب، وبالتالي هي ارتبطت بالاديان. انا في وجهه نظري مفيش حاجه اسمها سماوي، يعني كلها بس حاجات عشان تسيطر على الناس، دي وجهه نظري الشخصيه. تمام. وبالتالي احنا بنعمل اكزاكتلي اللي هم عايزينه، يعني هم بيلهونا في دين، فلما بنفكر في اسلام ولا مسيحيه ولا يهوديه ولا مش عارفه ايه، بعد كده تفكير نهائيه لا بصراحه ايه، بنستنزف وقتنا في احنا نفكر في التفاصيل. فيجي بقى ايه رد الفعل المعاكس اللي احنا لازم نفهم ده، فيبقى برضه رد الفعل المعاكس احنا ازاي بقى نهدم ده وننور ده ونغير ده. فاحنا سواء كنا عايزين نغير او سواء عايزين نحافظ، فاحنا بنلعب في نفس السيركل اللي هم حاطينها لنا. ماشي. فهي فكره ان بمنتهى البساطه اوت اوف بوكس نخرج من الصندوق ده خالص. ماشي. ورغم براحتك عايز تبقى متدين جدا عايز تبقى كنت بتقول لي مش عايز براحتي. تمام. تيجي بقى النقطه اللي احنا طب احنا عايزين موافقه من السلطه، انت عايز موافقه ليه؟ يعني انا مش فاهمه انت عايز تعمل حاجه في حياتك، عايز تلاقي مش الحيطه عندك في الشارع في حيطه كده ضايعه، وانت لو حاطط الوان اكيد ده هيأثر من اطفال كتير جدا مش في الشارع، والموضوع بسيط جدا انزل لغوي. يعني المشكله دلوقتي جرافيتي اوكي، ما يبقاش الموضوع ما انت جرافيتي انت برضه اورجانيك عايز دور المرشد، عايز توجه الناس ان ده وحش. يا سيدي ما توجهش انت، بس خلي عنده شويه انسانيه شويه كده يدوس على حاجات حلوه ويبقى الموضوع بسيط جدا. ففكره فرديه. لو قعدنا نستنى من السلطه انها تدينا مساحه ان احنا نعمل انتقالات او ناخد حريات او يدوب،
من نفس الدائره بنفضل نرد بالبينج بونج رايحه جايه لا ناخد بالنا من التيبل دي خالص ونشوف التيبل الثاني فرديه بحت فرديه بمعنى ان انا بحب ايه بجد مش ان انا عايزه اعمل ده عشان اكسر لده لا انا بحب ايه بجد واعمله وساعتها يعني ساعتها فعلا كل بقى الحيطان والقيود كله هيتكسر عشان انت فعلا مهتم باللي انت عايزه يعني انا مثلا بعشق الارض فانا هاسم في اي حته وحد يكلمني وهقنعه ان انا مؤمنه بده بس انا حد ماليش في الكلام الديني يعني انا ماليش في الخطاب الديني مثلا بس انا عايزه اغير الناس واخليهم يهتموا بالارض فانا بقى اروح مجال الدين واقعد اجيب بالارض يعني اقص الحتت الدينيه من الدين عشان خاطر يعني بلعب في 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 بلاي جراوند مش بتاعتي خالص عشان اوصل وجهه نظري على فكره كل واحد فينا عنده السكه اللي هتوصلك للي انت عايزه هتبينك وهتوصلك وهتقدر تحارب بيها اللي انت عايزه بس في لازم تفسير الجنازين نعم صدقني مش 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 ناس كتير لا خالص مش ناس كتير في ناس معارضين بس في ناس صدقني ما معاكي كمان في حاجه موضوع البذره انا اسفه جدا لا ابدا ده هو ده وايه ده وايه ده اللي احنا بنقول ملوش اي لازمه طب تمام انا بس طب مش 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 خالص انا بس لا بتكلم عن نفسي يعني انت بتتكلمي لو ده انا كنت بس بتكلم في فكره البذره بس انا عم بتكلم في بذور وفيش مساحه لانتظار ان البذره دي تطلع على فكره ان انت تنمي البذره بتطلع بعد 100 سنه يعني انت مش شرط الطفل تشوفه قدام عينك لما تقول له ما تعملش كده مش عارف ده ساعتها لا خالص هو يعمل عكس مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما مثلا يبقى عنده 60 سنه يخبط فيها في حياته فاوبس ده انا حد كان قال لي من زمان اعمل كذا فبرضه الاستعجال انا برضه للالم لان انا زرعت فلازم اشوف حالا دلوقتي لا طبعا عمرك ما هتشوف خالص يعني فبيجي بقى لما عايز اشوف اللي بيحصل هي يا جدعان بس اعمل اللي انت عايزه يعني اعمل اللي انت مش هتعمل اللي انت عايزه اللي انت بتحبه ممكن دي وشايف نفسك دي تعيد ده الحل او حل من الحلول هي هي او يعني ان ميجر الحلول هي هي كده زي طيب انا مش هرد بس هناقش اوكي مش على كلامك يعني اصلا على الكلام اللي قال كله امي ست فلاحه مصريه سالتني انت كنت بتتكلم عليه في الندوه في المؤتمر فوريتها الفيديو وقعدت تتفرج على الفيديو وكل ما اكتب كتاب تخليهم يقروا لها الكتاب فانا عايز اشرح لها مشكله الحداثه ودخول مصر في العالم الحديث وازاي ان المشاكل نبعت من دخول مصر في العالم الحديث اللي هي نسخه الحداثه اللي احنا ايه عملناها عندنا اللي هي بالطريقه اللي انا اتكلمت عليها من البدايه وخالص كده ان احنا عملنا تحديث بلا حداثه وهرجع لنقطه الدين بتاعتك انا مش او انا بختلف معاها بس ايه ليا منطقي ف قلت لها بصي يعني شفتي طريقة الزراعة بما انك انت فلاحة ووالدي فلاح في طريقة ثابتة من مصر القديمة لحد الآن اللي هو ايه المحرات بالحمير مثلا او البقر وكده وان هو يحرق الادوات ثابته في دوره متكامله في حياه الفلاح المصري مرتبطه بيه ان هو عنده جاموسه بتدور الساقيه بيروي بيها فمش محتاج هي دي مصدر الايه؟ الطاقه اللي بيدور بيه الساقيه ويروي بيه الجاموسه دي بتاكل برسيم من اللي هو بيعمله بياخد تراب من الارض يحط تحتها في المكان اللي هي بتبات فيه وفي اخر السنه ياخد ده كله باللي هي بتنتجه ويرجعه تاني للطاقه بياخدوا الفضلات بتاعتها يعملوها راس ويحطوها اللي بيبقوا خلفات القش بتاع الذره وده بيحطوه ده مصدر الطاقه لما تيجي تخبز بتستخدم ده عشان تولد طاقه بيبنوا البيت فبيبقى عندهم اوضه الفرن في الشتاء لما يحصل بقى سقعه وكده
يحموا الفرن ويناموا على فدي التدفئة. فمنظومة متكاملة. احنا بقى لما جينا نعمل تحديث شلنا الساقية والجاموسة وجبنا له مكنة رعي. فالحلقة الحلقات كلها وقعت ازاي؟ بقت مكنة الرعي اولا مستوردها من بره. فالفلوس بتخرج بره. قطع الغيار تجمع من بره. محتاج بنزين علشان تشغل. الجاموسة ديت ما اصبحتش لها حاجة. الا اذا كانت مثلا شوية لبن وكده. انها بنيت البيت بالطوب الاحمر. ففكرة الفرن والقش والكلام ده كله ايه؟ برد. فبقى يجي في الشتاء بيسقع. ما بقاش في اوضة فرن بقى. فاضطر يجيب ايه؟ دفاية ويستهلك كهرباء. الملخص الكلام اللي انا بقوله ان احنا ايه؟ بنرقع. مش معناها ان انا اقول لا لازم نسيب المنظومة القديمة زي ما هي ما نستهلكش، لا. بس لما تحل تحل ايه؟ منظومة ما تحلش ترقيع، لانك رقعت حتة من هنا فخرجت لك من الناحية التانية. رقعت حتة من هنا خرجت لك من الناحية التانية. فالحداثة بتاعتنا حداثة ايه؟ ترقيع. والحل بتاعتها الحل بتاعها ان احنا نبص على ايه؟ منظومة. فكل الحلول اللي احنا بنحلها حلول ايه؟ قطع. ترقيع. سواء بقى في السياسة في الاجتماع في نيجي لحتة الدين. هو الدين اللي عندنا مسيطر على السياسة ولا السياسة هي اللي بتوظف الدين في السيطرة على الناس؟ السياسة هي اللي بتوظف الدين في السيطرة على الناس. هو الأزهر. وانت فكر الأزهر حر؟ ده أداة سيطرة السلطة على الناس باستخدام الدين المفاهيم الدينية اللي هي بترسخ نفس الاستبداد السياسي من خلال منظوم الشيخ اللي واقف على المنبر. والدين ده حاجة يعني كده. الدين ده بنية إنسانية مشكلة سواء في مصر القديمة أو في فترة عمر بن الخطاب وعثمان وعلي ومعاوية أو في البابا وشيخ الأزهر. إحنا بنستسهل إن إيه؟ الدين هو المشكلة وهد الموضوع ده. وده كلام ممكن يبان بشكل خارجي إن هو الحل. الحل إن أنت تخليه يفكر. التفكير هو اللي هيخلي الدين إنساني. هو اللي هيخلي يطلع من يعني معظم الناس اللي اتكلمت عن التنوير وكده خريج أزهر ورفعت طهطاوي ده منين؟ محمد عبده ده منين؟ ولا طه حسين ذاته اتعلم منين؟ أحمد أمين خريج أزهر. بس دي كانت ملابسات مرحلة. بالظبط. لكن ده مش بناش. مش بناش. بتكلم على إيه؟ إن الدين مش كيان منفصل. ده بنية إيه؟ إنسانية. بتتجسد فيها نفس بنية السلطة. فأنت ممكن بكرة تقعد تخبط دماغك في الحيط في هدم الأزهر. بس الملايين دي ما فيش حد منهم هيسمعك زي ما احنا شغالين دلوقتي. لازم أن تبتدي من اللي جوه دماغه. وإلا هتخبط راسك في الصخر. وتنعزل ويتحقق ويصنفك حتى داخل بوكس وخلصنا. زي ما خطاب التقليد ناجح بامتياز في تهميش كل خطاب التجديد او حتى على المستوى الديني. هو انت تلاقي دلوقتي محمد عبده ولا شيخ امين الخولي ولا افكارهم موجوده في الازهر او حتى راجل الشيخ شلتوت في الستينات. ده احنا دلوقتي مولانا محمد حسان رايح الازهر على الاساتذه لابسين الروب وهو مش لابس الروب. حداثة. لا اصل هو مش هيخضع للمنظومة. كنموذج. اذا حتة الضرب في الدين دي ده طريق سهل وبسيط. بس هتقعد تغني ظلمون بينك وبين نفسك. لابد وان تبدا بما في عقول الناس.
لا ما تريدهم أن يكونوا ولا ما تتمناه أنت أن يصبحوا. ومن داخل العقول دي بالتوسط لازم أن تسمعه بدون سمع له مش عارف. هدي لك نموذج. أنا كتبت كتاب أنا نصر أبو زيد. كان في حد بياخد كوتيشن ويحطها على فيسبوك من الكتاب. فلقيت حد بيتواصل معايا يقول لي هو أنت مؤلف كتاب أنا نصر أبو زيد؟ قال لي في كلام كتير من اللي بيتقال يعني إيه قريب من القضايا اللي شغلاني، ممكن نتكلم؟ مين بقى اللي بيكلمني ده؟ أزهري. أستاذ مساعد باللغة العربية في كلية الأزهر. عضو الإخوان المسلمين لمدة 14 سنة. لأن الصورة اللي هو خدها واتبرمج عليها عن إيه نصر أبو زيد والفريم ابتدى، حس إن في حاجة إيه؟ جديدة. فبدأت أتقابل معاه مرة كل يوم سبت ساعة ونص على سكايب. لما عملنا مؤتمر نصر أبو زيد كان حاضرا ببحث عن الجذور التراثية عند نصر أبو زيد. لما بيقرا بينبهر بس برضه إيه؟ مش خايف. لأن أنت بتشد الأرض بتيجي حتة الإيه؟ توتر. أول إمبارح المرة دي قلتها صح. تمام. أول إمبارح لما جه كان المفروض يتكلم 15 دقيقة. ناسي اللي يتكلم وأنا قلت له إيه؟ يعني قلت له أنا هحميك بإن أنا أسكتك. لأنه بدأ يتكلم بيحاول يدخل. شوف هو خايف. لازم تقدر خوفه. هو خايف. فجاب الشيخ الغزالي. محمد الغزالي على اساس ان الغزالي في اخر كتاب له في افكار قريبه هو بيقول يعني برغم ان الغزالي كتاب دعوه مثلا عشان يجعل الغزالي بما انه مقبول وكده بدخله ايه؟ النصر لنصر ابو زيد. فلو انا بقى جيت من الاول كده ده انت ما فيش منك فايده والبنيه بتاعتك وايه لازم تبدا بما في عقول الناس مظبوط وبدونها هنتمينا نخبط في الأوائل المغلقة ومش هنبني شيء. بعد الندوة كل الفرقاء اتفقوا على دائرة واحدة وهي جمال وطن. ليه؟ لأن فتحت خطوط مع الجميع. جمال عمر. أنا اللي كانوا بيبارزوا بعض من شوية واللي كان بيضرب عليا طبقات الرصاص بمسدسه 9 مللي ده جه قال لي احنا بنعمل انشطه في كليه دار العلوم وعايزين الجهاز عايز ياخدك يبقى لا ما هي ما انت لازم تفتح بالك بكده انا هو ما يهمنيش انا يهمني مين الناس اللي هو بيخاطبهم ما انا مش هغير دماغ واحد خلاص هي قفلت انا بخاطب اللي هو بيخاطبهم واللي هنبني ازاي وهنزمع ازاي فأنا أقدر الحماس من ناحية مسألة الدين بس لا لابد وأن نبدأ بما في عقول الناس ده الخلاف اللي بينه وبين ناس كتيرة جدا مثقفين بيتعاملوا مع الموضوع على إنه إيه عندنا النموذج الجاهز اللي حصل في أوروبا يعني الناس بتتكلم مثلا عن العلمانية فأنا بسأل سؤال وأنا إنسان دايما بسأل أسئلة وأفكر لأن ما عنديش قوالب جاهزة يعني هو العلمانية هي اللي أنتجت ولا العلمانية هي نتاج؟ نتاج طبعا نتاج ان في تغيرات حصلت من اول النهضة والدخول في العصر في الثورة الصناعية هو الاخر كونت شروط لظهور العلمانية ولا العلمانية هي اللي ابتدت وغيرت ده انت لما ترجع لمصطلح العلمانية ذاته هنتكلم على ال 150 160 سنة الأخيرة في الفورميشن بتاعته في السياقات التاريخية بتاعته انما احنا لا النموذج ده ظاهر هناك ما هنيجي اللي هو نظام الاستسهال بدون ما نتفاعل ونحاول بقى نعمل ايه؟ الحلول اللي انا بسميها الهضم بقى انا باخد اللي طلع هناك والماضي اللي هنا واهضم ده وده عشان اتجاوز ده وده وانتج ايه؟ اللي انت بتتكلمي عليه الشيء اللي انت بتحبه وتعمله مش محتاج ومناسب بقى الشيء اللي انت بتحبه وتعمله ودي اخر حاجه علشان يعني عندي جلسه ثانيه بعد الموضوع ده. وانا شاب عندي 19 سنه
كنت مشغول بهموم ليه حاله التخلف الفكري اللي عندنا دي. فقريت المشاريع الحضاريه اللي كانت كده، قريت زكي نجيب محمود وقريت الجبلي وحسن حنفي ودونيس بتاع، لحد ما طلع نصر ابو زيد كتابه مفهوم النصر. ده كان سنه 90، وسنه 91 في 31 مايو تحديدا اتنشر حوار معاه على اسبوعين. فمن اول هذا الحوار في الاهرام فتحت ملف وكتبت عليه نصر ابو زيد. لمده 25 سنه بجمع شغل نصر ابو زيد. الشيء ده انا ايه؟ ولا رحت عملت درجة علمية بالماجستير ولا الدكتوراه ولا الكلام ده كله. والآن بيتصل بيا باحثين من ألمانيا وتركيا وروسيا وأمريكا ودعيت إن أنا أقول محاضرة في مؤتمر نصر أبو زيد، وأصريت إن أنا أقول أشكرهم إن هم دعوا سواق تاكسي إن يقول محاضرة. إن إيمانك بالشيء اللي أنت بتعمله في الآخر بعد 25 سنة بينتج. إنما حتى لينا ندور بقى على الإيه؟ سريع. المباشر والسريع بقى حلو ده أحب الشوكولاتة هاكلها وهتزود ده اللي إحنا عمالين نعمله. وده اللي بيخلي الخطاب النقيض ينجح، إنه يهمش خطاب التجديد. لأن واحد مثلا يجي لك يتهمك ان انت متخلف فتقعد تبذل مجهودك كله عشان تثبت له ان انت مش متخلف. هو قد استقطبك، فلما حد يجيب لك نص وتروح بقى انت تجيب له نصوص من القران، انت تبنيت طريقته في الايه؟ في التفكير، ورسخت طريقته في التفكير. ودي البذره التي تجعل خطاب التقليد ينجح دائما في تهميش خطاب التجديد. علينا ان نخرج من هذه القوالب الضيقه. خصوصا بقى اللي اتقال النهارده ان المرض اللي ظهر عندنا اللي هو اعراضه العمق، هو حصل لنا تحديث بلا حداثه من فوق لتحت ادى الى عنف مجتمعي. بما ان تعريف العنف هو سلوك ما من فرد او جهه تجاه فرد او جهه لاستغلاله واخضاعه يسبب اذى معين، هو ده تعريف العنف. وهو ده تقريبا التحديث اللي هو حصل، ان هو السلوك اللي حصل لنا وما هضمناهوش. وعلينا جميعا بعد الندوه الجميله دي ان احنا بقى نروح نزرع بذور عشان المجتمع بتاعنا الشعب بتاعنا. متشكرين جدا، وان شاء الله نشوف حضرتك في ندوه اخرى لما تيجي تزرع المره الجايه.